بسم الله، وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا اجعلنا من خير من سعت بقدم نحو توحيدك، ورغب رغبة كبيرة في القرب منك، ويود أن يكون من خير المحبين لك يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على المفسدين في ملك الرحمة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه آية، ماذا وراءها في هذه السورة، سورة الرعد؟ سنحصل على ذلك في الشريط الآتي بفضل المولى المنعم المخزي لأعدائه والمعز لأوليائه. والسلام.